هذه كنا محظوظين لانه التنمر كان محصور سواء في المدرسه او الحي او لاماكن العمل، لكن دابا ولا معنا فين ما مشينا بسبب التنمر الالكتروني. يحرق بوك الفيسبوك، وهذه هي المصيبه، ولا اشرس مما كان لدرجه انه البعض ممكن ينتحر بسببه. فعلاش التنمر وكيفاش وشنو هو الحل؟ معكم رشيد احمد، واليوم غادي نهضر لكم على التنمر، اي نمر الشخص، اي غاضب وساء خلقه وتصرف كالنمر، وهي ظاهرة اجتماعية يمارسها شخص على اخر او لمجموعة على مجموعة او على شخص واحد، تكون فيها استخدام القوة والاكراه والاهانة، وتتكون بشكل متكرر. انواع التنمر كثيرة، من بينها التنمر اللفظي اللي هو السب والشتم وغيرها، التنمر الجسدي اللي غادي نهضر عليه في اخر الفيديو، وكاين التنمر الاجتماعي اللي هو اساءة للشخص بعدم التفاعل معه، امر الاخرين انه ما يتواصلوش معه وما يهضروش معه وما كاينش ليه حاشيه. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. وكاين ايضا التنمر الالكتروني اللي ولا هو من اخطر انواع التنمر. علاش؟ لانه جل انواع التنمر الاخرى ممكن تكون غير انت ولا عدد قليل اللي عارف بانه تم التنمر عليك، لكن التنمر الالكتروني تيكون كلشي عارف، كلشي ممكن يشوف، تتكون الفضيحه 3D تيضربوا لك الطر. والاكثر من ذلك تيكون هذا التنمر هذا بشكل اشرس، لانه في غالب الاحيان ما تتعرفش شكون اللي تنمر عليك، وتيكون هو واخذ راحته من مور الشاشات، لدرجه انه البعض تينتحر بسبب هذا التنمر هذا. لكن بصح علاش شي وحدين الهوايه ديالهم التنمر؟ شحال هادي علماء الاجتماع بداو في دراسه التنمر. هذا المصطلح هذا جديد، كانوا تيسميوه الهيمنه. هاتوا لي الكلب ده. مثلا فاش يبغي شي حد يحكراك يشوهك يضرب لك الطر وغيرها من الامور، هي محاوله منه باش يسيطر عليك ويبان هو الاقوى. على سبيل المثال الهيمنه الذكوريه، كلشي طيب وهو ما فيه ميت كان ولا كان يحيد الجوع. كوني كتسنى يودن. هادشي كاين في اماكن العمل، في المدرسه، في الحي، في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الاماكن، لكن باش نلقاو ليه الحل خاصنا نزيدو نفهموه اكثر. كاين اتفاق على انه المتنمر هو واحد الشخص يعاني من واحد النقص عاطفي او اجتماعي او اقتصادي، وهادشي اللي تيدفعو باش يمارس التنمر ويعوض على النقص اللي عنده. لكن علاش؟ لانه المتنمر فاش يمارس التنمر ديالو تيشوفك ضعيف وتيشوفك اقل منه ناقص عليه، وهذا الشيء تيخليه يعوض داك النقص اللي عنده. لذلك الاهم عنده هو انه يشوفك ضعيف ومحقور ومدلول وغيرها. اشمع فمك انت ماري، اشمع فمك، ما شافوش يخ يخ منك حتى سيري دخلي لحالك. فكل ما غضبتي وكل ما بينتي ليه انه ديك الهضره ديالو مأثرة فيك نفسيا وتتبان ضعيف وغيرها وما تيقش فراسك تيفرح. لذلك هنا تنتفكر واحد المقولة تقولك ابتسم في وجه عدوك تفقده لذة الانتصار. تقريبا بدينا نفهمو شنو هو التنمر وعلاش. دابا خاصنا شنو هو الحل. خليوني نبسط الامور وخليونا نعتبروا التنمر هو لعبة تيبداها الشخص المتنمر ضد الضحية. يا الضحية بان ضعيف وبان انه محقور فعلا وبانه مسلم للمشاعر السلبية اللي متوجهة ليه، اذا المتنمر انتصر وتيبدا يمارس التنمر ديالو بشكل متكرر وتيبدا يحكر عليك ويشوهك ديما. خدم لا باغي تخدم ولا طبق لداركم. اما الى الطرف الثاني ما سوق ليش، اعطاه النخال، تاق في راسو اكثر، ما جاوبوش نهائيا وداروا بحال ما كاينش، بلوك بلوك بلوك. اذا فالشخص اللي يربح هو الطرف الثاني الذي مورس عليه التنمر وتيكون هو المنتصر، ومآله المتنمر هو الانسحاب ولا عوده. كيدي لا بس الحمد لله تفو من كمارتك او العوده بطريقه اخرى. وهنا عاوتاني نعاودوا معه نفس الحل. انا جيت. الامر بسيط، حاول ما تغضبش واخا ما نعرف شنو تقالك. طبعا الامر ماشي سهل ولكنه منطقي. تعرف ايه عن المنطق؟ وانا تنبحت في هذا الموضوع تذكرت ايام الثانوي فاش كنت يتمارس عليا التنمر وكنت ديما ساكت، ما تنحاشيهاش البنادم وتنعطيه النخال. كنت نقول لهم واحد البيت ديال الامام الشافعي تيقول فيه رحمه الله عليه، قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، فالأسود تغشى العمر وهي صامتة، والكلب يخسى وهو ينبح. رجلوا إما نتقصى فيه في السكوت أخير. التنمر ممكن تعرض ليه في أي وقت وفي أي بلاصة، لكن أصعب الفترات اللي ممكن تعرض فيها الإنسان للتنمر هي في الطفولة والمراهقة، لأنه الطفل تيكون مازال صغير أو المراهق ما عارفش علاش الآخر تيتنمر عليه، تيسحبوا فعلا داكشي اللي تيتقال ليه، فعلا شخصيته ضعيفة و و و، وحتى إذا كان فيه شي ديفو تيعايروا به، فين كاين المشكل؟ أنت من أم
مال الامه كانت الطفل اللي تيكون تيتعرض للتنمر وسط عائله ديما مشبعه سبان ومعيور مقارنه بالاطفال الاخرين ولاد خالته وخوته وغيرها تيكون الاثار سلبيه بزاف وممكن ما تبانش حتى من بعد بل ممكن ما تبانش حتى يتزوج الانسان يولد ولادو يا ولاد الكازمه لهذا خصنا نعرفوا مزيان كيفاش نتصرفوا مع الاطفال ديالنا ومع الدراري الصغار اللي معنا في الدار ولا العائله وننتبهوا مزيان لتصرفاتنا قدامهم وهنا تيجي الدور ديال الاباء والمعلمين ولا كان الشخص ضعيف اولا التنمر عليه بشكل كبير وما لقاش اللي يوقف معاه وما لقاش اللي يعاونه يقدر يوصل الامر للانتحار وانا صغير كان ليا صديق من كتر ما كانوا بيتنمروا عليه انتحر وحسب دراسه طبيه امريكيه دارت في 2017 لقات ان الاطفال اللي تيتعرضوا للتنمر في سن المراهقه تيكونوا اكثر عرضه للاكتئاب ومعقره المخدرات وفي دراسه اخرى لقوا بان الاطفال اللي تيتعرضوا للتنمر من طرف الاخوان ديالهم تتكون عندهم اثار سلبيه على الصحه العقليه ديالهم لا حول ولا قوه الا بالله وفي تقرير اخر اليونيسف لقوا بان التنمر يعيق التعليم أزيد من 150 مليون طفل من 13 حتى 15 عام عبر العالم أي نص نتاع المراهقين تنمر تيعيق التدريس ديالهم اللي ولدك عنده مشكل في المدرسة اللي ولدك ما تيقراش ممكن يكون بسبب التنمر حسب إحصائية عالمية لقوا أنه طفل من أصل 3 تيتمارس عليهم التنمر يوميا وأنا مالي وهذه اللي كنتها 57% من حالة التنمر اللي تم تدخل من شخص آخر تتوقف لهذا إلا شتي شي حالة نتاع التنمر قدامك حاول تتدخل حاول تلقى الحل لانه ممكن داك الشخص اللي تيتعرض للتنمر يوصل به الامر للانتحار والمشكل هو انه هاد الضحايا نتاع التنمر ما تنهضروا عليهم حتى تينتحروا بل اكثر من ذلك حتى هو داخل تراب مازال تيتعرض للتنمر طريقه على لبسها تقول لها انت قصه شعرك زي الولد كده ليه تقول لها انت رفيعه كده ليه انت سودة راحت فاتحه البلكونه وطرحت اذا كانوا دلوقتي يعني هي ماتت وبصي بيعملوا ايه ما بالك وبنتي حية كانوا بيعملوا فيها ايه وهنا اكبر دليل على انه المتنمر فعلا خاص يمشي يتعالج ولكن الى وصل الامر للعنف الجسدي الى ضربك او لعكلك راه ما تنفع معاه لا تصبر لا تميك لا حتى شي حاجه هنا نقولك خاصك تغضب لانه هذه جريمه ما من حق حتى شي واحد يمد عليك يدو انا راه والله يطيع معايا شي واحد النيف وما نعقلش قرن الى لقيتي راسك معرض للعنف الجسدي اما تعري على كتافك اما تجيب ليه اللي يوريه ضربه والى وصل الامر لدرجه كبيره الحل هو القضاء تشكي به للجهات الامنيه مبروك علينا الاعدام رجاله موضوع التنمر فعلا خطير وما خاصنا نسكتوا عليه الله يرحم كل مات بسبب التنمر والله يشافي كل المتنمرين وفعلا خاص يكون واحد العقاب على هاد المتنمرين ورقابه اكثر والدوله بكل اجهزتها قادره على انها تحد من كل انواع التنمر ولكن انت تقولي تبارك الله ولدي قبيح كدا ما نعرف شي سيري شوفي ولدك شنو النقص اللي عنده وحاولي تعالجيه ايوا اسمع راسك وعرف راسك معامن لالكم الزين فايتك ما كرهتش تقولوا لي شنو هو اكبر نوع من انواع التنمر تعرضتوا ليه وكيفاش تجاوزته